السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. معكم ميس محمد شعبان وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميس محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ولو أنت أول مرة تشوف القناة هسيب لك في وصف هذا الفيديو لينك لقائمة تشغيل فيديوهات تانية ثانوي الترم الثاني، ممكن تخش عليها وتشوف أي فيديو أنت عايزه. النهاردة يا شباب معدنا مع الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. الدرس ده بيتكلم عن الاثاث اللي موجود في المنزل والديكورات اللي موجوده في المنزل، وبرده حاجه اسمها المقارنه ازاي اقارن بين حاجه وحاجه في اللغه الفرنسيه. وعندنا فعل جميل خدناه قبل كده، فعل بريفيري. ويلا بينا نخش على قواعد الدرس والحاجات اللي موجوده في الدرس. وقبل ما نخش هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ويلا بينا. اول حاجه عندي في الدرس يا شباب هي الاثاث والديكور اللي موجود في الحجره. لي ميبل اي لا ديكوراسيون دي لا شامبر، يعني الاثاث والديكور اللي موجود في الحجره. لي ميبل دال لا شامبر، في الحجره اليا يوجد، طبعا مصطلح كلنا عارفينه، وجايب لي الحاجات اللي موجوده في الحجره والصور طبعا بعاها للتوضيح. ان لي يعني سرير، لي اتيروار يعني سرير بدرج، بيبقى له درج من تحت السرير كده. ان بيرو، بيرو مكتب. تابل دي شيفي كومودينو. ديز اتاجير ارفف اتاجير. شيز كرسي. رونج سي دي اللي هو دولاب للسيديهات كده. ارموار دولاب هدوم ارموار. عندي بقى الحاجات اللي هي الديكور بتاع الحجرة زي الستاير والساعة والحاجات دي هنشوفها مع بعض. بور ديكوري لكي نزين او نعمل ديكور. لا شامبر بتاع الغرفة. امي نحن نضع. ان تابلو اللي هو البرواز. ان ريفي منبه. ان كوربي ابابيه سلة المهملات. ان طبي سجادة. ان افيش اللي هو البوستر، بيبقى في ناس بتعلق بوستر كده في الاوضه على الحيطه. افيش. ريدو اللي هي الستائر. لومب اباجوره. لامبادير الاباجوره الكبيره، واللومب يعني لمبه. تاني حاجه في الدرس ده يا شباب هي حروف الجر بتاعه الاماكن، واحنا كنا اصلا درسناها في الترم الاول بالتفصيل، وهنا بيديني نبذه كده عنها يذكرني بيها لانها هستخدمها مع وصف المنزل او وصف حجرات المنزل. هنا عندي سور يعني على. سور ديفون امامه. سو تحت. ديرير خلف. عندي الاربع حروف جر دول دوم ما بيجيش معاهم حرف الجر دو، تمام. سور ديفون سو ديرير، الاربعه دول ما بيجيش معاهم حرف الجر دو، لكن السته اللي تحت بيجي معاهم حرف الجر دو احيانا واحيانا لا، يعني لو هيجي بعدهم كلمة هستخدم حرف الجر دو، لو جايين في آخر الجملة مش هستخدم حرف الجر دو. ناخد أمثلة كده أما نشوف. لو بيرو سو لا فينتر، يعني المكتب يكون تحت الشباك، تمام؟ ده حرف جر ما بيجيش معاه دو، يعني حرف جر بسيط من غير الدو، بيجي بعده الأداة على طول من غير أي تغيير. لو بيرو سو لا فينتر، تحت الشباك. اليا ديزافيش سير على لومير الحائط، يوجد افيش على الحائط، تمام يا شباب. ده بالنسبه للاربع حروف جر اللي فوق ما بيجيش معاهم حرف الجر دو. لكن لو انا عايز اقول مثلا لو بيرو اي يكون، وشلنا مثلا سو ديت كده وحطينا حرف جر من الحروف اللي بيجي معاها دي عشان اعبر عن حاجه، عايز اقول مثلا المكتب يكون على يمين الشباك، هحط هنا اي ا دروات مثلا دو وبعدين لا فينتر، يبقى خدت معايا دو، تمام يا شباب. طيب لإليا ديزافيش، يوجد افيش سير لومير على الحائط. لو افترضنا مثلا عايزين نقول بجوار الحائط، تمام، هنشيل مثلا ناخد سير ديت، وعايزين ناخد مثال تاني نقول اكوتي دو. كلمة لومير ديت كلمة مذكر، فالدو ديت هتتحول الى ديو، هنقول اكوتي دو مير. مير دومير دي هتبقى ديو، الدو ديت هتبقى ديو عشان جاي بعدها لو اللي هي مذكر. اكوتي دو مير، يبقى حروف الجر اللي بيجي معاها حرف الجر دو، الدو ديت بتتغير حسب الكلمه اللي جايه بعدها، لو مذكر بتبقى ديو، تمام يا شباب. باختصار كده الموضوع عشان مش عايزين
نطول فيه عشان احنا اصلا شرحناه في الترم الاول. تعالى كده ما نشوف التمرين اللي على الكلام ده. لا شيز، الكرسي، ايه اجوش يكون على يسار، تمام، حاجة. طبعا احنا اجوش ديت بتاخد حرف جر معاها دو، يبقى اكيد هي دولي. هتلاقي هنا الديو، تمام، جاية لان كلمة لي مذكر، كانت اصلا دي يو دي اي زائد لولي، تمام. الدي اي ما بيجي بعدها لو، الاثنين اللي مع بعض كده بيتحولوا بيبقوا ايه، دي يو. طبعا الكلام ده احنا قايلينه بالتفصيل في الترم الاول، انا بقول برضو عشان اللي ما شافش فيديو شرح الترم الاول. طيب، وشرح كنا شارحين حروف الجر دي بالتفصيل على السبورة، لو حد محتاجها ممكن ان انا ابعت له اللينك بتاعها تاني ان شاء الله. طيب، لو شيز ايتا جوش، الكرسي يكون على يسار دولي، يبقى هنا نحط اي على يسار الايه، السرير. لا كوباي اي اونتر، سلة المهملات تكون بين الباب والدولاب، يبقى سيرولي على السرير، اليا دوزوغي، يوجد اثنين وسادة. لوردناتير اي سير لو بيرو، الكمبيوتر يكون على المكتب. لو بيرو اي سو، المكتب يكون تحت لافينتر، الشباك. نيجي بقى يا شباب للمقارنة، ازاي اقارن بين حاجتين او بين شخصين. المقارنة يعني ايه الاول؟ المقارنة يعني لو كومباريتيف، كومباريتيف يعني المقارنة. ازاي اقول هذا اكثر ذكاء من هذا، او الفرنساوي اسهل من مثلا الالماني، او اقل من او مساوي له. مقارنة، ازاي اقارن بين حاجتين. عندي ثلاث حاجات بنستخدمهم للمقارنة. اول حاجة عندي بلو كو، بلو كو. طب ايه اللي بينهم ده؟ بحط هنا وجه المقارنة، الحاجة اللي انا عايز اقارن بينها، لا الحاجة اللي انا عايز اقارن بخصوصها. يعني ايه؟ عايز اقول مثلا الفرنساوي لو فرانسي ايه يكون مثلا بلو فاسيل كو للموند، تمام؟ الفرنساوي يكون بلو فاسيل كو للموند. خدت بالك هنا؟ استخدمت هنا بلو وكو. طب وايه اللي بينهم ده يا ميسيو؟ اللي بينهم ده وجه المقارنة، السهولة، اسهل من. بحط الصفة واحط بلو وكو، بلو وكو، وبينهم وجه المقارنة سواء صفة او ظرف. لو فرنسي بلو فاسيل كالمو، الفرنساوي يكون اسهل من الالماني. ده لو انا عايز اميز حاجة عن حاجة بستخدم بلوكو اكثر من في الصفة دي. طيب مثال تاني، نو مثلا، نو الون بلو فيت كو فو، يعني ايه؟ نحن نمشي او نذهب اكثر سرعة منكم، بسرعة اكتر منكم. نو الو بلو فيت كو فو، احنا بنمشي اسرع منكم. هنا الصفة اهي، او الظرف، الظرف هنا اهوت، تمام، هنا اكثر سرعة، بلو فيت كو فو، تمام، بسرعة. بلو وكو، وجه المقارنة ما بينهم. طيب عايز استخدم اقل، عايز اقول ده اقل من كذا في كذا، موان كو، عندي حاجة اسمها موان كو، وبينهم الصفة او الظرف، وجه المقارنة. زي ايه مثلا؟ عايز اقول لوبول ايه، البلوفر يكون موان ايه لي جون كو، لو مثلا لا شيميز، لا شيميز، ماشي. هنا البلوفر يكون اقل أناقة، أقل شياكة من القميص، تمام؟ هنا خدت وجه المقارنة حطيته بين موان كو، يبقى هو موان كو دي بتستخدم ليه الأدنى، يعني إيه؟ أقل من في الأناقة من كذا، تمام؟ موان وبعدين الصفة وبعدين كو. طيب، أجردوي الفي النهاردة، الفي فرواد، الفي موان فرواد كو، عايز أستخدم بقى في صفة أدنى، موان فرواد كو تيير امبارح، يعني ايه؟ النهارده اجوردوي الفي الجو موان فرواد كيير، يعني النهارده الجو كأقل برودة من أمس، تمام؟ أقل من في البرودة، أقل من في البرودة، بجيب
وجه المقارنة بحطه بين موان وكو، موان وكو، تمام. طيب لو عايز اقول بقى حاجة متساوية في وجه المقارنة، عايز اقول مثلا احمد ذكي زي احمد زي محمد، احمد ذكي زي محمد مثلا، يعني عايز اقول هند مثلا انيقة مثل هبة، عايز استخدم حاجة في المقارنة بس بالتساوي، عايز اقول الاتنين متساويين في الصفة مع بعض. اقولها ازاي؟ هنقول دلوقتي. تالت حاجة بستخدمها في المقارنة ازاي ان انا اساوي بين حاجتين زي ما احنا قلنا، وعندي كلمة اسمها اسيكو، اسيكو، وبينهم برضو وجه المقارنة اللي هو الصفة او الظرف اللي انا عايز اقارن فيه. طيب ناخد مثال، ما شامبر حجرتي ايه تكون اسي، خليها باللون الازرق عشان تبقى واضحة، اسي جروند كو تا شامبر. يعني ايه الكلام ده؟ حجرتي تكون كبيرة مثل حجرتك، تمام. يبقى هنا عندي اسي كو وبينهم وجه المقارنة، عايز اقول الاتنين متساويين في الكبر مع بعض بستخدم اسي كو وبينهم الصفة اللي انا عايز اقارن بيها. طيب ايه تاني؟ الجو او تنس، هو بيلعب تنس مثلا، اسي بيان، اسي بيان كو مو، هو بيلعب تنس، اسي بيان كو، بيلعب تنس حلو زي. يبقى هنا وجه المقارنة بيان وحطيته بين اسي كو عشان انا عايز اعبر عن التساوي في الصفة، تمام. اسي بيان كو مو بيلعب تنس حلو زي، معناها كده. طيب خدت بالك هنا من حاجة؟ ايه هي يا مسيو؟ لما اجي اقول احط صفة في وجه المقارنة، تمام، الصفة بتتبع المقارن الاول. يعني ايه؟ انا عندي هنا ما شامبر ديت صفة مفرد مؤنث، الصفة لازم تبقى مفرد مؤنث حتى لو اللي بعدها مش مؤنث. اوضح لك الامور اكتر. طيب مثلا لا شميز، القميص، ايه يكون بلو إليغانت كو لو بل، تمام. هتلاحظ هنا كلمة لا شميز مفرد مؤنث، لازم أن الصفة في وجه المقارنة تتبع الموصوف الأول، مع أن الموصوف الأخير المقارن الأول مذكر، يعني الكلمة اللي هنا إيه؟ مؤنث. طب والكلمة اللي في الأخر مذكر، الصفة بقى تيجي مع المؤنث ولا تيجي مع المذكر؟ تيجي حسب الكلمة اللي في الأول، الكلمة اللي في الأول دي مؤنث، يبقى الصفة تتبع الكلمة اللي في الأول، مؤنث مفرد تبقى دي مؤنث مفرد. طب لو جينا نعكس الجملة هتبقى ازاي؟ مثلا لو بل البلوفر اي بلي اي لي جون كو لا شميز، تمام. خلي بالك هنا كلمة إليجانت هنا كانت مؤنث، إليجان هنا بقت مذكر. ليه؟ عشان هنا كلمة لوبلوفر هي اللي جت بقى الأول، هي اللي جت الأول وهي مذكر مفرد، يبقى الصفة اللي جاية في المقارنة تتبع الكلمة الأولانية. دي نقطة برضو مهمة خلي بالك منها. عندي ملحوظة برضو مهمة جدا 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 يا شباب في المقارنة، إن أنا بعد التعبير سي، في تعبير اسمه سي، ده بتيجي بعد الصفة مفرد مذكر دائما، حتى لو هي بتوصف مؤنث أو بتوصف جمع. زي إيه مثلا؟ لو أنا قلت لك أهو التعبير مثلا سي، ده التعبير ده سي، لو هيجي بعده صفة، الصفة اللي هتبقى هنا تبقى صفة مفرد مذكر، أهو صفة مفرد مذكر بعد التعبير سي، تمام. أمثلة قدامنا أهي، لا شميز القميص سي، جاب لي سي، سي احنا قلنا اللي بعدها مفرد مذكر على طول، سي موان نوت كول بول، احط هنا صفه مؤنث ولا مؤنث عشان كلمه شميز، ولا ولا هتبقى مذكر عشان التعبير سي؟ لا هتبقى مذكر مفرد عشان التعبير سي موجود بقى، جاب لي التعبير سي، يبقى لازم الصفه اللي هتبقى هنا مذكر مفرد تبقى اي لي جو، هنا مفرد مذكر عشان التعبير سي، تمام. مثال تاني، ليشيا الكلاب، دي جمع اهي سي، جاب لي التعبير سي، يبقى اللي هنا مفرد مذكر اوتوماتيك. بلو نوت كول ايه الشات، هقول بلو ايه انتليجون، انتليجون انتليجون يعني اذكيه،
اكثر من القطط. تمام؟ بلو انتليجون. شيل الاس طبعا، هتبقى هنا مفرد مذكر، عشان كلمه سي سي موجوده يبقى الصفه اللي هنا مفرد مذكر. خلي بالنا من النقطه دي يا شباب. بعد ملاحظات بقى يا شباب على المقارنه، ان انا عندي كلمه زي كلمه بون، كلمه بون دي يعني جيد. لما اجي عايز اقول افضل من فلان او افضل، يعني امثله مثلا، مش هقول بون، هقول ايه؟ ميير. هستبدل كلمه بون بميير، هشيل كلمه بلو مو بلو بون، بدل ما هقول بلو بون كو هقول ميير كو. لو مترو ايه نوت لا فواتير، مش هقول بقى بلو بون كو افضل من او احسن من، لا هقول لو مترو ايه ميير كو لا فواتير، افضل من السياره. تمام يا شباب؟ بدل ما هقول بلو بون كو هقول ميير كو. يبقى انت عارف ان كلمه ميير ديت هي اصلا كلمه بون، بس ديت بصيغه المقارنه للتفضيل، المترو يكون افضل من السياره. تاني حاجه كلمه بيان، برضو مش هقول بيانكو بلو بيانكو، هقول ميو، كلمه ميو كو، هقول ميو كو بدل من بلو بيانكو. زي مثلا الشانت، هي هو يغني، بلو بيانكو مو بيغني افضل مني او احسن مني، هقولها الشانت ميو كو مو. تمام؟ بدل ما هقول بلو بيانكو هقول ميوكو. كل اللي انت مطلوب منك ان انت تبقى عارف ان كلمه ميير ده بدل كلمه بون في حاله التفضيل، وكلمه بيان بتستبدل بكلمه ميو في حاله التفضيل. بس عشان ما تتلخبطش كتير خالص في الكلام ده، لا تبقى انت عارف ان كلمه ميو ده هي كلمه بيان بس في المقارنه للتفضيل، وكلمه ميير هي كلمه بون بس في المقارنه للتفضيل، عشان ما تحسش ان الموضوع كبير يعني ومعجز، الموضوع ابسط ما يكون. طيب عندي بقى كلمة زي كلمة بلو موفيز كو، أسوأ من موفيز، برضو بتتحول إلى كلمة اسمها بير، بير كو. نفس المثال برضو، منى ريزالت، منى ريزالتا إيه؟ منى تحقق نتائج أو منى من ريزالتا، من ريزالتا آسف، من ريزالتا نتيجتي إيه نوت كو لو ريزالتا دي مونامي. عايز اقول نتيجتي اسوأ من نتيجة صديقي، مش هقول بلو موفيكو، لا هستبدل كلمة موفي بكلمة بير. مون ريزلتا نتيجتي ايه بير كولو ريزلتا دي مونامي. تمام؟ تبقى انت برضو عارف ان كلمة بير هي كلمة موفي بس في حالة المقارنة، يعني اسوأ. كل اللي مطلوب منك زي ما انا بقول لك كده، تبقى انت عارف ان كلمة ميير هي كلمة بون في المقارنة، وكلمة ميو هي كلمة بيان في المقارنة، وكلمة بير هي كلمة موفي بفس في المقارنة. تمام كده يا شباب؟ هناخد بقى دلوقتي يا شباب تمرينات على المقارنة. أول حاجة بتقول، هو هنا جايب لي كلمتين لاروب ولاجيب، وعايزنا نقارن بينهم في صفة لونج الطول، وعامل هنا بلس يعني زائد، وهنا يساوي وهنا ناقص، يعني عايز أقول افضل منها في الطول، مساويه للتشوق، اقل منها في التشوق. تمام؟ يبقى هنا لا روب ولا جيب هقارن بينهم فين؟ في صفه الطول. لا روب ايه بلي لونج كولا جيب، هجيب الصفه لونج هنا هيت حطيتها. تمام؟ واحط بلو كو على اليمين وعلى الشمال، بلو كو بينهم الصفه. لو سينما ولو تياتر، هقارن بين السينما والتياتر، وهنا متساويين في التشوق او التسليه، اموزون. لو سينما اي او سي اميزون كولو تياتر، السينما مساويه للمسرح في التسليه، الاثنين بيسلوا. لو رومون ولا بيدي، الروايه والقصه المصوره في التشوق، انتريسون. لو رومون اي موان انتريسون كولو بيدي، طبعا في حرف ان. تمام؟ رقم اربعه لافيو ولوبيس، الطائره والاوتوبيس. رابيد اسرع، عايز اقول لافيو ابلي رابيد كولوبيس. لو جارسو لافي، البنت الولد والبنت. بافار اقل من في صفه كثيره الكلام. لو جارسو اموان بافار دو كولافي، الولد يكون اقل من البنت في الرغي. لفرير وليزامي، الاخوات والاصدقاء. لفرير سو سي سامبا كوليزامي، يكونون لطفاء مثل الاصدقاء. رقم سبعة، لا كاسكيت ولو شابون، الكاسكيتة والقبعة. اوتيل مفيدة،
مساويين لبعض في الإفادة. لا كاسكيت اي اوسي اتيل كو لو بيرو، الصفة بين الأسي والكو. لو بورتابل ولا تابلت، المحمول والتابلت. لو بورتابل اي بلي براتيك، عملي. كو لا تابلت، براتيك يعني عملي. عايزين نقول أكثر عملية من التابلت. لارموار واليوبيرو، الدولاب والمكتب. شير، غالي. لارموار اي بلي شير كو لو بيرو، الدولاب يكون أكثر غلوا من المكتب. لوشيا ولوشا، الكلب والقط. لوشيا ابليني سينسير، لوشيا ابلي سينسير كولوشا، الكلب يكون أكثر إخلاصا من القط. سينسير يعني مخلص، مخلص مخلص مخلص. تمام كده يا شباب. التمرين قدامي برضو على المقارنة يا شباب. لوبيس الأوتوبيس ابلي نوات كولا فواتير، يكون اكثر من السيارة. بلو كو، هنختار هنا الصفة المناسبة لكلمة بيس. بيس ده مفرد مذكر، فناخد جران مفرد مذكر. لافيون ابلي شير نوات لوبيس بلي شير كو، كو اللي بتيجي مع المقارنة. لافواتير اي نوات شير كو لو فيلو، طبعا هنا بناخد اكثر غلوا او اقل غلوا حسب المتاح عندي. يبقى هنا المتاح عندي بلو. ست شامبر، ليه اخترت هنا بلو يا شباب؟ عشان هنا في كو وفي هنا صفة، يبقى ناقص لي هنا الكلمة التانية بتاع المقارنة. مفيش ولا واحدة في دول تنفع من كلمات المقارنة، هي بلو بس اللي تنفع. سيت شامبر ابلي بوتيت كو، هذه الغرفة تكون أصغر من الأخرى. لو فيلو، الدراجة. اي نوات رابيد، اي موان رابيد كو، الكلمة التانية بتاعت الكو. رقم ستة يا شباب، لو جون اي موان نوات كو لو كوستيم. لو جون اي موان اليجون، هاخد صفة مفرد مذكر عشان جون هنا مفرد مذكر. ليزيتاجير سومبلي، هنا جمع مؤنث تبقى شير، جمع مؤنث. لاشيز اي نوات جروند، اي نوات جروند كو لو بيرو، هتبقى برضه هنا ناخد موان. تالت حاجة عندي في الدرس ده يا شباب هو فيرب بريفيري. فيرب بريفيري فيرب مجموعة أولى بينتهي بـ OR ومعناه يفضل، تمام؟ وهو أصلا خدناه قبل كده بس هناخده بالتفصيل حالا. بريفيري يفضل، تصريفه جو بريفير، تو بريفير، إل بريفير، نو بريفيرو، فو بريفيري، إل بريفير. الملحوظة هنا يا شباب في فيرب بريفيري إن هو عندك في الفعل في المصدر بتبقى الـ O اللي بعد الأف عليها أكسون ميلة ناحية الشمال كده، تمام؟ لكن أنا عايز في التصريف هتبقى عكسه ميلة ناحية اليمين. بكل اختصار أنا بحاول أوصل المعلومة بطريقة بسيطة، لكن هي مش هتفرق معاك خالص في في الاختيارات، ولا هتفرق معاك خالص في النطق برضو، مش هتفرق قوي بالنسبة لك، لكن هي معلومة تبقى أنت عارفها للعلم وخلاص. جوبري فير ليريدون فير، جوبري فير ليريدون فير، أنا أفضل الستائر الخضراء. فيرب بريفير بيستخدم للتفضيل، يعني انا بفضل كذا عن كذا وهكذا. طيب هناخد امثله او حته مهمه جدا في الفيرب بريفيري، بيستخدم في ايه يا شباب؟ بيستخدم لتبرير مثلا ما قمنا بتفضيله باستخدام في صيغه المقارنه مسبوقه ب بارسكو. يعني جو بريفير لي شان، انا بفضل القطط بارسكو لان بارسكو يعني لان السو هي تكون بليسون بكوليشيا، هي اكثر لطفا من الكلاب. يبقى بريفير معناه يفضل. جو بريفير للشا، انا بفضل القطط. السون بلي سامبا كوليشيا، هي اكثر لطفا من الكلاب. يبقى يا اما استخدم بكلمه بارسكو، يا اما اخد علامه ترقيم اللي هي الفاصله اللي تحت دي. تمام، كل المهم هنا يا شباب ان انت تبقى عارف تصريف فيرب بريفيري، وتبقى عارف ان هو معناه يفضل، وتبقى عارف ان كلمه بارسكو معناها لان. التمرين قدامي ده يا شباب على استخدام فيرب بريفيري وتصريفاته. ماسير اي سونامي، اختي وصديقتها. طبعا دول اسمين مع بعض، يبقى بعامله معامله الضمير ايل افيك اس، يبقى الفعل هيجي متصرف مع الايل افيك اس، هيبقى اخره او ان تي. نو بريفيرو، اخرها او الناس. تو، اخرها او اس. مون جراند بير، جدي، هتبقى معامله اسم مفرد، يبقى الضمير ايل، وايل بيبقى اخره او. موا، انا. جو بريفير، انا بفضل. لا كانتين. فو نوات لو ماستر او لو شيان، انت بتفضلوا اللي هو الحيوان اللي شبه الفار ده
ماستر ولا الكلب. فو هتبقى اخرها وزاد يبقى بريفري. التمرين قدامنا يا شباب بيقول لي عندك كلمتين لا فيل ولا كامباني مثلا، ومحتاج منك ان انت تعمل منهم ما بينهم مقارنة باستخدام صفة كالم يعني هادئ، تمام، وتستخدم فيرب بريفري برضو في الجملة زي المثال اللي هو عامله لك، لا تي في التلفزيون ولا راديو انتريسونت. هتقول جو بريفير لا تي في، انا بفضل التي في، بارسكيلي بلي انتريسونت كو لا راديو، لانه يكون اكثر تسلية او اكثر تشوق من الراديو. جو بريفير لا تي في، انا بفضل التي في اللي بلي انتريسونت، هو اكثر تسلية من الراديو، تمام. يا اما تقول بارسكو، يا اما تستخدم علامة الترقيم اللي هي الفاصلة اللي تحت دي. عندك هنا التمرين الاولاني بيقول لا فيل ولا كامباني، المدينة والريف، وجايب لك صفة اسمها كالم يعني هادئ، تمام. هنقول جو بريفير لا فيل، انا بفضل المدينة، بارسكيلي لانها بلي كالم كو لا كامباني، لانها اكثر هدوءا من الريف، تمام. تمرين سهل وبسيط. لا تابلت والاورديناتير، التابلت والكمبيوتر، براتيك عملي. هنقول جو بريفير لا تابلت، انا بفضل التابلت، بارسكيلي بلي براتيك كو لورديناتير، لانه اكثر عملية من الكمبيوتر. كلمة رابيد يعني سريع، هنقارن برضو لافيو ولو باتو. كلمة جروند كبير، كلمة سامبا لطيف، كلمة فاسيل يعني سهل، وكلمة امبورتونت يعني مهم، تمام. وايه تاني عندي؟ كلمة جونتي لطيف، وكلمة شير يعني غالي، كلمة جولي يعني جميل، تمام. تمرين سهل يا شباب، اتدربوا عليه، ولو حد عنده أي سؤال فيه يكتب لي في التعليقات وأنا هجاوبه إن شاء الله. وبكده يا شباب نكون خلصنا قواعد الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم، ولا تنسونا من صالح ضحككم وشير لكل أصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.